الفنان عمر خورشيد، زوجته أسلمت بسببه، وشقيقته فنانة كبيرة، وجمعته صداقة قوية جدا بجن عمره 1700 سنة، وهو اللي أخبره على طريقة وفاته ورحيله. تعالوا بينا نشوف التفاصيل الغريبة دي وإيه اللي حصل بالظبط معانا في الفيديو. بس قبل ما نبدأ نرجو دعمنا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركناش، ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة. الموسيقار الكبير عمر خورشيد اللي اتعرف كأفضل عازف جيتار مش في مصر بس، لأ ده في الوطن العربي كله، وبسبب وسامته وخفة ظله وكمان حبه كتير جدا من النساء والنجمات كمان، ولقب بساحر النساء، وكمان كان ليه عدة ألقاب تاني زي الدونجوان وعابر قلوب الناس. النهاردة هنستعرض معاكم محطات في حياته ومين هي أخته الفنانة العظيمة ولغز وفاته وحقيقة علاقته مع الجن. في يوم 9 إبريل سنة 1945 اتولد الموسيقار الكبير عمر خورشيد، وكبر في أسرة سرية في حي عابدين بالقاهرة. هو اسمه بالكامل عمر محمد عمر خورشيد، ورث حبه للموسيقى والتمثيل من والده. والده هو أحمد خورشيد، هو واحد من البارزين في التصوير السينمائي وقتها. واتخرج عمر خورشيد من كلية الأداب قسم الفلسفة، وبعدها التحق بالمعهد اليوناني لدراسة الموسيقى لأنها كانت عشقه، وساعدته علاقته بوالده أو إن والده أحمد خورشيد في فتح طريق أمامه والنجومية كمان. فبدأ أول خطوة احتراف في كعازف في فرقة كوكب الشرق أم كلثوم، وكمان فرقة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، لكن بعد وفاتهم قرر إنه يكون فرقة موسيقية لوحده خاصة بيه. وفي سنة 1971 رشحه المخرج الكبير حلمي رفلة للتمثيل في أول حاجة لي كانت مع الفنان رشدي أباظة وفي فيلم ابنتي العزيزة. وبعد كده كان في تجربة تانية لي وتم ترشيحه علشان يكون بطل في مجموعة كبيرة من التجارب السينمائية، والفنانة شريهان هي أخته، بس أخته من والدته، وكانت مرتبطة بيه جدا وكانت علاقتهم قوية جدا مع بعض. مش بس كده، ده كمان جمعهم محب الفن، وكانت شريهان بتحب دايما إنها ترقص على ألحانه. وانتقالا لحياته الخاصة وأهم النساء في حياته، وتزوج كم مرة عمر خورشيد، هو تزوج 4 مرات. المرة الأولى كانت من السيدة أمينة السبكي اللي قابلها في واحد من الحفلات فتبادلوا الإعجاب، وبينهم كان في لقاءات كثيرة جدا، مجموعة لقاءات جمعت بينهم قصة حب كبيرة جدا وانتهت بالزواج، وأقاموا حفل كبير جدا حضروا كبار الموسيقيين والفنانين، لكن جوازهم ما استمرش كتير، تقريبا قعدوا سنة واحدة بس. المرة الثانية الزوجة الثانية للفنان عمر خورشيد كانت الفنانة الجميلة ميرفت أمين اللي اتعرف عليها في أحد الأفلام، فنشأت بينهم صداقة وحب وتزوجوا، إلا إن زواجهم أيضا لم يستمر. أما المرة الثالثة فكانت من سيدة أعمال لبنانية اسمها دينا، قابلها عمر خيرت في لبنان أثناء تصوير أحد أفلامه، وكالعادة تعددت لقاءاتهم وحبوا بعض وتزوجوا في الآخر. وفي فترة من حياتهم حصلت بينهم خلافات كانت بتنتهي بالانفصال، ولكن على غير العادة استمر زواجهم حتى وفاته، فكان زواجه من دينا هو الزيجة الأطول خلال حياته. وفي فترة خلافاته عمر خورشيد مع دينا اعترف بأنه تعرف على الفنانة مها أبو عوف وحصل بينهم تقارب وكمان قرروا الزواج، لكن والد مها أبو عوف والدها كان رافض الزيجة دي من البداية، إلا أن عمر خورشيد تعهد بأنه هتكون دي آخر زيجة لي في حياته، وأنه في خلال شهور هينهي زواجه من دينا. فوافق عزة أبو عوف ووالده في النهاية. بالفعل تم الزواج اللي استمر حوالي 5 شهور بس بسبب وفاة عمر خورشيد، وكانت القصة لوفاة عمر خورشيد غريبة جدا، واللغز ده لحد دلوقتي لسه ما تحلش. وكانت مها أبو عوف في الوقت ده حامل في شهرها الرابع، لكنها بعد وفاته أصيبت بانهيار عصبي وأجهضت جنينها، وكانت وفاة عمر خورشيد مفاجأة للجميع،
كانت يوم 29 مايو 1981، وهو في قمة نجاحه وقمة مجده وريعان شبابه كمان. هو توفى عن عمر يناهز 36 سنة خلال حادث سيارة مروع، ولقى مصرعه في نهاية شارع الهرم أمام مطعم خريستو. لكن ظهرت شائعات كتير جدا، الفنان اللي ظهرت شائعات عن حياته ومماته كمان هو عمر خورشيد، زي اتقال ان كان الحادث ده مدبر، وخصوصا بعد لما قالت الفنانة الراحلة مديحة كامل انها كانت معاه قبل الحادث، واعترفت ان كان في سيارة مجهولة بتطرده، وانها نجت من الموت بأعجوبة لانها سابته قبل الحادث بدقائق بسيطة. وبالرغم من مرور سنين كتير على رحيل الفنان عمر خورشيد، إلا أن مازال وفاته بتمثل لغز كبير في حياة الكثيرين والجاني مجهول. وترددت شائعات بعد وفاة عمر خورشيد أنه كان على علاقة بالجن. وحكى القصة كلها الكاتب حسن الحفناوي، وقال أن عمر خورشيد كان بيواظب على الصلاة في أيامه الأخيرة، ومفيش حد كان عارف انه ده سبب شعوره بالنهاية ولا خوفه من الزائر الليل اللي كان اقتحم حياته. وحكى القصة وقال في ليلة من الليالي كان عمر خورشيد قاعد لوحده في مكتبه، وفجأة انقطعت الكهرباء، فأضاء عمر خورشيد مجموعة من الشموع، وفي كل مرة كان بيضيء الشموع دي كان بيجي طيار مجهول المصدر وبيطفيها. وغضب وزعل عمر خورشيد وقال هو في ايه، هو في عفريت هنا ولا ايه؟ واكتشف اللي ما كانش متوقعه ان عمر خورشيد سمع صوت بيرد عليه، فطلع يجري في الشارع. وبعد عودته تاني يوم للمكتب بتاعه كانت الصدمة انه لقى الشموع لسه منورة زي ما هي. بالاضافة كمان بعد فترة بدأ الزائر الغامض ده يتردد كتير على عمر خورشيد، واقنعه انه مش هيضره وان عمره 1700 سنة، وبدأ يحكي له ويخبره عن الحكايات الغريبة وعن عالمهم وكمان عن وفاته، وحكى له أسرار كتير جدا عمر خورشيد ما كانش يعرفها. وعلشان كده عمر خورشيد في آخر أيامه كان بيصلي لأنه كان عنده شعور بالنهاية زي ما هو ما قاله الزائر الغامض. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي كان بطلها الفنان عمر خورشيد، وما زال حتى الآن لغز غامض رحيل الفنان عمر خورشيد. وبكده نكون انتهت الحلقة، ونرجو من حضراتكم ما تنسوا وتدعموني بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة، ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة. وكمان بشكر حضراتكم على دعمكم المستمر لينا، جزاكم الله عنا كل خير. وياريت تكتبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو تقولوا لي مين الفنان او الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية. وبناء على طلب احد متابعين القناة اتكلمنا النهاردة عن الفنان عمر خورشيد، وكمان هنتكلم عن شقيقته الفنانة شريهان في الحلقات اللي جاية. دمتم في رعاية الله وامنه.